كونان بتاع الفيكسد بارشل دينشر اللي هو ايه البريك. عندنا اول حاجه السنه اللي احنا بنعمل لها ريبريشن بتسمى ابطن. طيب الجزء المكان السنه المخلوعه او الضرس المخلوع اسمه الانشلس ريج. يبقى السنه اللي احنا بنعمل لها ريبريشن او ريدكشن تسمى ابطن. المكان الفاضي كان الخلق الانشلس ريج. طيب الكراون اللي بيركب على الابطمنت اسمه ريتينر. يبقى الكراون اللي بيركب على الابطمنت اسمه ريتينر. طيب الكراون اللي بيبقى مكان الايدينشلس ريج تمام اسمه بونتيك. تمام اسمه بونتيك. طيب البريج الريتينر مع البونتيك بيمسكوا ازاي؟ بيمسكوا عن طريق كونكتور. تمام تمام. يبقى مكونات فيكسد بارشل دينشر ريتينر بونتيك كونكتور.